الإخوان مرحبا بكم. بالنسبة لهاد لابورس عاود تاني، وهاد المرة في كندا ديال بوست دكتورال. كاينة 70 بورس كومبليت بيرميتون زيتيديون انترناسيونو من بيناتهم المغاربة انهم يدفعوا لهاد لي بورس هادو. تسمى بوست دكتورا بانتينغ كباش مكتوبة. بالنسبة لاني هي 2021 2022 اخر ديلي بالنسبة لهاد يعني اللي بغيت فعل هاد لي بورس هادو هو 22 سبتمبر 2021. بالنسبة للمعلومات جميع التفاصيل يعني غادي نخلي لكم اللين ديال هاد الفرصة هادي أو هاد لي بورس هادو، وغادي نخلي لكم بالنسبة لي جيبيليتي اللي طالبين هو يكون عندك الدكتوراه ولا ايكيفالونس ديالها فوالا، وان ديبلوم بروفيسيونيل دو لا سونتي، يعني يكون عندك واحد ديبلوم اللي هو ايكيفالون للدكتوراه في الميدان ديال الصحة، يعني بين 2018 و 2022. يعني هذا هو لا ديوري ديال هاد الدبلوم اللي طالبين في اللي عنده علاقه بالصحه. حاجه اخرى هي بريزونتي اون دوموند افيك لابوي اي لا كولابوراسيون اي لا كولابوراسيون عفوا دو ليتابليسمون داكو بروبوزي، يعني هنا غادي دير واحد يعني تحت الطلب لديك المؤسسه اللي يعني اقترحتيها ولا تقترحت عليك. الاخوان بالنسبه لجميع التفاصيل لهذا السميتو غادي نخلي لكم ليان ديال اللي بغى يعرف معلومات اخرى على هذا لي بورس او يعني طريقه التقديم. غادي نخلي لكم ليان ديالو في صندوق الوصف باش تعرفوا مزيان شخصيا على هاد لابورس هادي، ونتمنى لكم التوفيق. النصيحه اللي يعني ما عنده غرض بهاد لابورس هادي بارطاجيها مع الاصدقاء ديالو الاخوه ديالو المعارف ديالو اللي عندهم هاد النيفو هذا بغاو يكملوا الدراسه ديالهم في كندا، علاش لا. نتمنى لكم التوفيق الاخوان. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.